مرحبا بكم وعواشركم مباركة للجميع، كنتمنى السعادة للجميع. بالنسبة للعاشورة معروفة نفسها، هاد السلاويين كلهم هنا معروفين بالثقافة ديال هاد عاشورة، الفاكهة كيحتفلوا بها، الفاكهة عليها الإقبال مزيانة الحمد لله، وخا كاين شوية الثمن مزيانة، كاين عليها الإقبال. لا بالعكس بالعكس مزيان الجودة، ثمن القرقاع ثمن مزيان، طايح الخير موجود، الشريحة مزيانة موجودة، كل شيء موجود. أول حاجة هو التمر، القرقاع، اللوز، النواكاج وبيستاج، السلاوين كياخذوا هادو ما كياخذوا الفاكهة مزيان، كياخذوا الفاكهة مزيان. كاين شوية ديال الإقبال ولكن ناقصة ماشي كي موالفة. والسبب ان بنادم الله يحسن العون، يلاه فات من العيد الكبير والسفر والعطله، بنادم بزاف عليه وكاين الثمن غالي، تلقوا العيد الكبير الحولي غالي. الفاكهه دابا كيتخدى غير واحد شويه 700 درهم 1000 درهم كتجي قاصحه، الله يحسن العون. اللي بغيت نوصلك خايب اثمنه في المتناول، غير هي كانت فواحد الثمن يعني اللي بغيت نقول لك يعني طالع شويه، ثمن باهظ وهي تهبط، يعني اللي بغيت نوصلها ما كانش المراقبه، جات فينا غا حنا السلعه دابا هي تنفكوها باش ما فواكه الجافه راه على طول العام تتستعمل، فهمتيني ولا لا؟ يعني الانسان اللي مولف تتهلا في راسو راه مولف تتهلا في راسو، غير هو تيكون واحد الاقبال عليها اكثر من الايام العاديه. بحال نقدر نقول لك الشريحه ديال البلاد، قرقاع البلدي، يعني اللوز مقلي كاوكاو، حتى كاين اللي تيكون داكشي سخون باقي لا جي فريش تيكون عليه اقبال. لا بالعكس مع الناس مأزمه مع العيد الاضحى شويه داكشي هبط الثمن ديالو بزاف، فهمتيني ولا؟ كاين واحد الفرق ديال 30 درهم في الكيلو 20 درهم في الكيلو. اقبال الحمد لله عادي، ماشي اقبال يعني 100%، الناس راه كما تنقولوا مهرسه مخلصه الشهر اللي فات، هاد الشهر هذا مدوزها ستارتير، فهمتيني ولا لا؟ يعني غير الناس اللي تنقولوا صحاب شكاره هما اللي واخدين الفاكيا، ما تبقى يعني مساكن تيدوزو يشوفوا بعينيهم وصافي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.